مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ومن داخل سفارة أسبانيا في مصر، وأكيد استعدادا للمباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، هذه المباراة المهمة وكواليس الاستعداد لهذه المباراة. عشان كده معايا في هذه اللحظات المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. باشمهندس برحب بيك. أهلا بيك يا أمير، وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الأهلي. وأنا عايز بس عبر هذا أقول بس وحشتونا، وربنا كده يجعلنا عند حسن ظن الجميع. منور كرة الاهلي يا باشمهندس. ربنا يخليك. طبعا مباراة الاهلي واتلتيكو مدريد هي مباراة مهمة، ليها اهداف عديدة جدا مهمة، سواء للنادي الاهلي او لجمهورية مصر العربية الحبيبة. اكيد عايزين نعرف اسباب الزيارة في البداية النهاردة لسفير اسبانيا في مصر. بص، طبعا زي ما لو تفتكر احنا برنامج عائلات الاهلي، احنا كنا حاطين من ضمن الحاجات الاساسية هو الواجب الوطني والواجب او المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه الاجتماعيه للنادي الاهلي. مش بس النادي الاهلي الكيان الكبير ده، لابد ان هو يبقى له مسؤوليه للوطن. طبعا هي مباراه خيريه، زي ما الناس اللي عارفه، هو السلام ضد الارهاب. يمكن النادي الاهلي بالرغم ان هو عنده ماتش يوم 29 وعنده ماتش يوم 2، لكن كان حريص جدا الكابتن الخطيب ومجلس الاداره ان هم يلبوا هذا النداء ويتعمل هذه المباراه كميجا ايفنت، عشان ندي رساله للعالم كله ان مصر والدول العربيه كلها ضد الارهاب. وفي نفس الوقت يمكن احنا هدفنا كان من الزياره دي لسياده السفير ارتورو ان هو عايزين ينقل وجهه نظر النادي الاهلي او وجهه نظر مصر من خلال النادي الاهلي، ان المباراه دي خيريه خاصه للسلام ضد الارهاب، وان احنا كلنا رافضين الارهاب. وفي نفس الوقت هذه المباراة معمولة يمكن المكسب بتاعها أو الجيت بتاعها أو الريفينيو بتاعها هيبقى كله رايح لشهداء مصر أو عائلات الشهداء اللي ضحوا بأنفسهم وضحوا بروحهم فداء لهذا الوطن، وعشان احنا كلنا نعيش في سلام. فمتهيألي دي حاجة كويسة، واحنا قلنا له برضو ان هو عايزينه ينقل وجهة نظر النادي الأهلي للعالم كله من خلال الميديا الأسبانية ومن خلال وسائل الإعلام الأسبانية. وطبعا كنا بنوجه له الدعوة وللجالية الأسبانية أنها تحضر المباراة علشان نرفع شعار السلام ضد الإرهاب. كان في حديث مطول ما بينك وما بينه، عايز أعرف الحديث كانت إيه، وأنا عارف إن أنتوا اتكلمتوا على ريال مدريد ومباراة بتاعت الأهلي وريال مدريد في 2001، قول لي الحديث بالظبط كان داير. هو الحقيقة كان هو راجل بيعشق كرة القدم وعاشق لريال مدريد زي ما أنا عاشق للنادي الأهلي، فاديته ذكريات أليمة شوية وهي 2001. قلت له يعني أنا كنت المنسق العام بتاع مباراة ريال مدريد في مصر مع النادي الأهلي، وإحنا كسبنا 1-0، وحكيت له الكواليس بتاع زيارة الهرم، ودي البوسكي كان متضايق، كان حر جدا، وإحنا كسبنا الماتش ده، فيعني إيه طلعوا إن إحنا كسبنا الماتش ده عشان هم يعني تعبوا في فالحقيقة هو كان الحقيقة هو بيعشق كرة القدم، وفي نفس الوقت بيقول ان هو طول عمره ساكن 500 متر من استاد سانتياغو دي برنابيو، فعلى طول كان بيحضر المباريات وعلى طول كان موجود هناك، وهو بيأمل ان مصر تبقى يعني طبعا سعيد ان مصر وصل كاس العالم، وبيتمنى يشوف مصر بتلعب اسبانيا، وان شاء الله وعد بزياره للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله برضو يحضر مباراة من مباريات النادي الأهلي، علشان هو زي ما قلت هو عاشق لكرة القدم. يعني بيتكلم عن محمد صلاح كمان، وطبعا بالنسبة له يعني بيتكلم على محمد صلاح كسفير لمصر في العالم كله، والنهاردة في إنجلترا عامل نجاحات وحقيقة شرف كبير للمصريين وشباب مصر كله. فالحقيقة طبعا محمد صلاح النهاردة أنا بعتبره يعني من أهم الشخصيات المصرية اللي بتنقل رسالة مصر للعالم. كنا نتمنى ان هو يحضر او يبقى موجود من ضمن طبعا انت عارف يا امير ان احنا مش بس النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، احنا عازمين يمكن حوالي 13 لاعب من الدول العربيه، سواء من الامارات من السعوديه، طبعا كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي. كنا نتمنى ان محمد صلاح يحضر، لكن للاسف عنده مباراه ثاني يوم فما قدرش يحضر او مش هيقدر يجي يعني. تمام. انتوا كمجلس اداره لسه متولي مسؤوليه جديد، فوجئنا بصراحه، احنا فوجئنا ان النادي الاهلي عنده مباراه مع اتلتيكو مدريد يوم 30، ازاي تم التنسيق لهذه المباراه في سريه تامه؟ وده كان عاده مجلس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ. وايضا عايز اتكلم عن حضرتك متولي ملف العلاقات الخارجيه، ودي اول مهمه بالنسبه لحضرتك،
فقول لي الكواليس بالنسبه لكم كانت ماشيه ازاي في التنسيق لهذه المباراه؟ لا هو الحقيقه احنا جينا كان المباراه كانت يعني متكلمين عليها من حوالي 3 اشهر لكن طبعا اه لكن طبعا علاقه كابتن محمود الخطيب بالشيخ تركي اللي هو رئيس المؤسسه الرياضيه في المملكه العربيه السعوديه كان حريص جدا ان هو النادي الاهلي يكون متواجد، والكابتن الخطيب نفسه زي ما قلت لك بالرغم ان احنا عندنا ماتشين 1/29 1/2 لكن كنا حريصين لما عرض هذا الموضوع على مجلس الاداره كلنا كنا حريصين ان احنا جينا قلنا هنطبق برنامج عائله الاهلي، ومن ضمن اولويات برنامج عائله الاهلي زي ما قلت لك المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه الاجتماعيه بتاعت النادي الاهلي تجاه البلد، وعشان كده احنا زي ما قلنا وافقنا على طول وقلنا لابد ان المباراه دي تفعل، وان شاء الله باذن الله يمكن خدنا تصريح من الامن ان احنا نجيب 60,000. انا بناشد من عبر يعني المنبر ده ان نتمنى يبقى الحضور بكثافه جدا للمباراه دي، لان احنا عايزين نظهر مصر ونظهر النادي الاهلي ونظهر صوره كره القدم في مصر والرساله بتاعت اللي النادي الاهلي بيقدمها للبلد كله والسلام ضد الارهاب. نتمنى ان شاء الله حضور الجماهير بكثافه كبيره بحيث ان احنا ان شاء الله تطلع مباراه تليق بالحدث نفسه او تليق بالمطلوب من الحدث وهو السلام ضد الارهاب. بالظبط، عايزين بس نوضح ان يمكن اسعار التذاكر غاليه شويه بس ده اكيد كان شيء مهم عشان يجي اكبر عائد من هذه المباراه لصالح اهالي الشهداء. بالظبط، زي ما احنا قلنا ان العائد كله هيروح ان شاء الله لاهالي الشهداء، عشان كده يمكن الاسعار شويه يعني هي مش عاليه قوي بس شويه طبعا مش زي اسعار المباريات العاديه، لكن برضو انت في نفسك ده مش حدث عادي، ده حدث عالمي. اتلتيكو مدريد من اعظم الفرق العالميه، النهارده ما شاء الله كمان بتحقق نتائج جامده جدا سواء في بطوله اوروبا او على مستوى المحلي في الدوري الاسباني، بتضم من اعظم لعيبه في العالم، تضم من اعظم مدربين العالم وهو سيميوني، فطبعا ما فيش شك ان ده حدث عالمي وحدث يعني متهيألي ناس كتير قوي تحب تروح تتفرج عليه، وفي نفس الوقت الناس لازم تبقى راحه انها تجمع ما بين حاجتين، انها تتفرج على حدث عالمي او تتفرج على مباراه عالميه، وفي نفس الوقت تبقى عارفه انها رايحه عشان برضو تساعد البلد وتبقى في نوع من الوفاء لاسر شهدائنا اللي ضحوا زي ما قلت بحياتهم كلهم عشان كل الناس تعيش في سلام. التارجت الاساسي بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي هو كان فريق اتلتيكو مدريد ولا كان في اكتر من فريق مطروح امامكم ان انتوا تقرروا تلعبوا مع انهي واحد؟ بص النادي الاهلي طول عمره سباق دايما وبيجيب اعظم انديه في العالم، يعني من 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 عبر الزمان من السبعينات او اكشلي من الستينات، فاحنا بالنسبه لنا اتلتيكو مدريد زي ما قلت لك من الفرق العالميه، وبالنسبه لنا كانت طبعا مهمه وجودها هنا، وهي المشكله طبعا الفرق دي بتبقى مرتبطه بالذات الفرق الكبيره بتبقى مرتبطه لسنتين ثلاثه قدام، فعندما بتلاقي فريق ممكن يجي في توقيت لازم انت تحاول تبقى انت فليكسبل او تحاول تبقى انت عندك المرونه الكافيه انك انت تلعبه في الوقت ده، لان هو مرتبط سواء بدوري او سواء ببطوله اوروبا او سواء يعني بمبارياته هو، ولهذا وعلى هذا الاساس اتلتيكو مدريد كان النادي الوافق يلعب يوم 30 ديسمبر، وزي ما انت شايف ان في ناس كتير قوي هتبقى طبعا اجازه عشان كريسمس ونيو يير او راس السنه الميلاديه والكريسمس عيد الكريسمس، لكن اتلتيكو مدريد الوقت ده هو اللي حدده يوم 30، وعشان كده النادي الاهلي زي ما قلت من منطلق سعيه ومن منطلق واجبه الوطني واجبه الاجتماعي للبلد وافقنا ان احنا نلعب الماتش، وعزمنا ناس اللعيبه من بره بحيث ان تبقى مباراه عربيه مصريه او مصريه عربيه السلام ضد الارهاب. تمام، مباراه اتلتيكو مدريد هي كانت أو اولى مفاجات مجلس اداره النادي الاهلي الجديد لاعضاء النادي الاهلي وجمهوره. المفاجات المتوقعه او اللي ممكن تكونوا بتعدوها للفتره الجايه لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي؟ يعني بص انا يعني المفاجاه لازم تيجي في وقتها. تمام. احنا اتعودنا ان احنا ما نتكلمش، احنا بنتكلم بعد ما بن 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 بنوصل لحلول او بنوصل لحاجه وساعتها نتكلم، وده اللي احنا اتربينا عليه من زمان في النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله احنا زي ما قلت برنامج عائله الاهلي اللي هو كان الكابتن محمود الخطيب قدمه في المؤتمر الصحفي قبل الانتخابات هو ده الدستور اللي احنا ماشيين عليه باذن الله، وربنا يقدرنا كده ونبقى عند حسن ظن الجمعيه العموميه اللي هي يعني ادتنا ثقتها يعني بفارق اصوات كبير، وباذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يعود تاني لما كان عليه ان شاء الله. ان شاء الله، الرساله الاخيره اللي حابب توجهها لل 60,000 متفرج اللي هيحضروا هذه المباراه واللي اكيد هيتمتعوا بالنجوم الكتيره سواء في النادي الاهلي او النجوم العرب اللي هيجوا من بره
او نجوم طبعا فريق اتلتيكو مدريد. يعني طبعا اتمنى الحضور يبقى زي ما قلت، يبقى الاستاد كامل 60,000 اللي احنا خدنا بيهم موافقه، وان هم يعني يعرفوا ان هم جايين يتفرجوا على مباراه كبيره، لكن الاساس في هذه المباراه هو الحدث نفسه وهو السلام ضد الارهاب، ومسؤوليته هو كمشجع لكره القدم، وعارف ان كره القدم او الرياضه عامه هي اسرع وسيله اللي بتوصل العالم كله بتنقل الرسالات، يبقى هو جاي يقدم رساله ان مصر كلها والعالم العربي كله ضد الارهاب. شكرا يا باشمهندس، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في البنت.